الجديد في سوق الذهب؟ ايه التصريحات اللي قلبت موازين السوق العالمي والمحلي؟ وايه اللي هيحصل الايام اللي جايه؟ والاسعار رايحه على فين؟ وايه سبب تحذير مجلس الذهب العالمي؟ خليكم معانا للاخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده. معروف ان الذهب قيمته فيه وبتزيد، ومعروف كمان انه ملاذ امن للدول والافراد في الازمات الاقتصاديه، ومعروف اكتر انه معدن نادر وعشان كده ليه سعره واهميته. لكن تخيل لما المعدن النادر ده يبقى عزيز اكتر ويحصل فيه ندرة ونقص اكبر من المعروض في الاسواق العالمية، الاسعار ساعتها هتبقى ازاي؟ ده اللي حذر منه مجلس الذهب العالمي. تعالوا نشوف قال ايه. مجلس الذهب العالمي فجر قنبلة من نوع كبير في الساعات الأخيرة لما قال إن قطاع تعدين الذهب في العالم، والتعدين هنا مقصود بيه عملية استخراج الذهب لحد تحويله لمعدن نقي لتداول، بيعاني من صعوبة في الحفاظ على نمو الإنتاج، وبقى العثور على رواسب الذهب الأصفر أكتر صعوبة. وقال جون ريد كبير محللي السوق في مجلس الذهب العالمي ان العالم شهد انتاجا قياسيا في ربع الاول من 2024 بزياده نسبتها 4% على اساس سنوي، ولكن الصوره الاكبر فيما يتعلق بانتاج المناجم هو انه في الواقع استقر تقريبا ما بين عامين 2016 و2018 ولم نشهد اي نمو في الانتاج وقتها. وقال كمان انه بعد 10 سنين من النمو السريع منذ حوالي 2008 بيكافح قطاع التعدين لتحقيق نمو مستدام في الانتاج. يعني ايه الكلام ده؟ باختصار الذهب بقى عزيز جدا، حجم المعدن الاكتشافات فيه بتقل، شركات التنقيب عن الذهب بتدور عليه بصعوبه. طبعا حاجه زي كده وتصريحات صادمه زي اللي اتقالت كفيله تولع سوق الذهب في الايام والشهور والسنين اللي جايه كمان. مجلس الذهب العالمي شايف مشكلة تانية كبيرة، وهو ان صناعة تعدين الذهب على نطاق واسع محتاجة راس مال كبير وبيتطلب استكشافات كبيرة، وان الشركة محتاجة في المتوسط من 10 ل 20 سنة علشان تكتشف منجم وتجهزه للعمل، علشان كده الاستثمار في تنقيب عن الذهب صعب جدا. طب انتاج الذهب كام دلوقتي؟ لحد دلوقتي تم استخراج حوالي 187 الف طن من الذهب، معظمه من الصين، جنوب افريقيا واستراليا، وتقدر الاحتياطات الذهبية اللي يمكن استخراجها بحوالي 57 ألف طن. طب الأسعار رايحة على فين الفترة اللي جاية؟ زي ما قلنا مش محتاجة كلام، مجلس الذهب العالمي بعد التصريح الكارثي ده توقع أن يوصل الذهب لأرقام قياسية جديدة مع قلة الإنتاج وقلة المعروض المتوقع في السوق نتيجة انحصار عمليات التنقيب عن المعادن النفيسة. وعشان كده بنقول لحضرتك لو معاك ذهب اصبر عليه دلوقتي، ولو مش معاك يبقى تجري تشتري من الصاغة وتشيله عندك، لأنه هيبقى عزيز وغالي قوي. انا اشرف اشرف، والى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.